صراحة بغيت نحكي واحد القصة ديال التحرش الجنسي اللي وقعت في المؤسسة ديالنا صراحة للأسف من طرف واحد السيد اللي كان واسط في المؤسسة. يعني تفاجأت أن التلاميذ كلهم والعدد ديالهم كبير اللي كان كيجيو لعندي وكيقولوا لي بأن هذا السيد هذا يعني كيعنفهم وديك شي. انا بصراحه في اولا كان كيسحب لي يعني تعنيف، يعني بحال دابا زيد ولدي زيدنا الترونسبور ديالك زيدنا هذا، واذا به من بعد بديت كنكتشف بان التلاميذ كيجيو لعندي بما فيهم قاصرين تقريبا 13 وجوج عندهم 18 سنه، كيقولوا لي نفس الفعل اللي كيقول لي هذا كيقولوا لي اخر. استاذ انا كيحاديني في شي مواطعه ماشي هذيك، استاذ انا والله العظيم هذا. ومن بعد حين هبطنا عندي واحد التلميذ هو قاصر عنده يعني سنه اشهاديه اللي كياكد لي بانه كيحادف مواطع ماشي هذيك، وانفجر بالبكاء. ديك البكاء ديالو هو اللي خلاني انا انفجرت، انا لان حسيت بانه كيقول الحقيقه. من ثم انا تدخلت مع قبل كل شيء جاون عندي اولياء الامور كاملين بهم كيقولوا لي استاذ راه عندك واحد هنا واحد الشخص اللي شنو كيعمل. حين مشيت وكنسول وكنتاكد وعملت البحوث ديالي باش انا ما نضروش ولا نتهموا بشي حاجه ماشي هذيك، مشيت كنبحث لقيت كل شيء بالشهود بهذا كل شيء كيقول لك استاذ انا شنو كاين وشنو كاين. علاش اولادي ما قلتوها ليش قبل؟ علاش اولادي يقول لك استاذ حنا كنخافوا من اولياء الامور ديالنا، استاذ انا كنخاف من السمعه، انا كنخاف من هذا. علاش اولادي الحاجه بحال هذا؟ العكس خصها تقال، خصها تعمل. انا نوقف معاكم، الوالدين ديالكم يوقفوا معاكم. انسان بحال هذا ما خصوش يبقى في هذا المجتمع. اذا طبعا انا كنقول اذا طبعا تمت الادانه ديالو يقدر يكون مظلوم مسكين، فعلا يقدر يكون مظلوم، ولكن تفتح تحقيق ونتاكدوا. نقدر نكون انا كنظلموا، يقدروا يكونوا ديك التلامذ كيظلموا، ولكن خصو يكون واحد التحقيق عادل، وعلى اثر ذلك الامهات والاباء ديال التلاميذ عملوا واحد الشكايه النيابه العامه، يعني حكوا على هادشي اللي وقع وهاد الوقائع كامله. وفعلا تم الاعتقال ديالو باوامر طبعا النيابه، تم الاعتقال ديالو 48 ساعه. من بعد تم التمديد داد 48 ساعه الى زادوا لهم واحد 24 ساعه اخرى، يعني هي 3 ايام. اللي تفاجئنا والله اعلم اللي تفاجئنا هو ان كانت هي في محكمه الاستئناف وتحالت للمحكمه الابتدائيه. انا ما كعرفش قانون، ولكن اذا كان هذا الشيء هذا هو القانون طبعا مرحبا به. انا ما كنجرحش في شي حد ولا هذا، وانما مرحبا به. الاباء تدمروا لان حين سمعوا بان هاد التحال الابتدائيه وتم الصراح ديالو، طبعا صراح يعني مؤقت وداك الشيء، ولكن وقع واحد التدمر كبير للتلاميذ. الصراحة أنا لأن أنا كنعتبر راسي دابا ماشي مدير ديالهم وإنما أب ديالهم في الساعة، وكنقول والله يشهد على هذا أنني أب ديالهم وغنوقف معاهم حتى آخر لامخ، نطلعوا للرباط نعملوا أي حاجة. ما هو قانوني؟ أنا كنهضر في نطاق القانون، والقانون فوق كل شيء. وأنا كنطالب بصفتي مدير التلاميذ والآباء ديالهم كنطالبوا بإعادة فتح تحقيق هذا الملف.